انه في خدعه بتخليك تنط من الاماكن المرتفعه بدون ما تتدمج، او خدعه تقدر تحميك من دمج الزون والقنابل، او حتى خدعه بامكانها تخليك تدمر سكواد كامل لحالك. اليوم راح اوريكم اقوى خدعه بشخصيه اوريون، واللي تعتبر من اقوى الشخصيات اللي نزلت باللعبه. هذا الفيديو كثير انطلب مني، فعشان هيك خلينا نوصل هذا الفيديو ل 60,000 لايك ويلا نبلش بالخدعه. طبعا شخصيه اوريون من اول ما نزلت وانا معجب فيها لابعد الحدود، وحتى ممكن اخليها شخصيتي الرئيسيه، والسبب هو قدرتها. وقدرتها بكل بساطه انك لما تفعلها راح يتحول لدائره حمراء، هاي الدائره راح تسحب الدم من خصمك وتضيفه على دمك، ولا في اي نوع من انواع الدمج راح يصيبك وانت جوا هاي الدائره. اكيد مر عليك موقف انه سكواد كامل بيحاول يقاتلك، خصوصا لو دمك ناقص، بس مع شخصيه اوريون كل اللي عليك انك تلف حواليه، وكل لما يجوا بدهم يكسروا الثلج فعل هاي القدره، وكل مره يحاولوا انهم يكسروا الثلج ضلك فعلها، وهيك راح تدمجهم كلياتهم. وعلى فكره حتى لو كان دمك ناقص راح يضل يتعبى بفضل القدره هاي. اوكي اوكي اوكي، بس اوكي خلينا ندمج واحد. اوب وقع وقع، ليتس جو، فعل القدره مره ثانيه، وهيك راح تقدر تقتل السكواداتك بكل اريحيه. وعلى ثواني شوي، ليتس جو، اخر واحد، اخر واحد، طلع طلع طلع، ليتس جو. هيك قتلنا سكواد كامل بس عن طريق هاي الخدعه، والسبب بكل بساطه انه شخصيه اوريون لما تفعلها قدرتها بامكانها تخترق الثلج. اطلع مثلا هذا اللاعب متخبى ورا الثلج، ما في داعي ادخل عليه جوا الثلج، انا بامكاني شو ما كان حاط ثلج بامكاني افعل القدره وراح ادمجه حتى من ورا الثلج. والشيء الاحلى واحلى، تخيل لو في سكواد كامل ورا الثلج راح تقدر برضه تدمجهم كلياتهم، وكل هذا الدمج راح ينضاف لدمك انت. فعشان هيك قتال السكوادات بطل مشكلة بالنسبة لأوريون. والخدعة اللي بعدها بإمكانها تحول شخصية أوريون لقنبلة متفجرة. كل اللي عليك إنك تمسك القنبلة وتحملها وروح على خصمك، وأول ما تيجي تنفجر القنبلة ارميها وحول لشخصية أوريون. طبعاً هيك راح أنت تقدر تفجر خصمك من دون ما تتأذى أنت أصلاً، وحتى بإمكانك تسويها على أكثر من لاعب. تخيل إنك تكون قاعد تلعب بنهاية الزون وتظلك بتخبي لآخر سكواد، وأول ما تلاقيهم تفجر حالك بهاي الخدعة. طبعا انت هيك راح تصدم خصمك صدم، لانه ابدا ما راح يتوقع انه حد ممكن يهجم عليهم بهاي الطريقه. مش بس هيك، انت كمان ما راح تتدمج من القنبله، لانه زي ما حكينا شخصيه اوريون ما بتتدمج باي طريقه من الطرق. خدعه لازم تستفيد منها، ونروح على الخدعه اللي بعدها. وهي الخدعه بامكانك تسويها بحرب الزون. تخيل انه ضدك سكواد كامل وبامكانك تقتلهم كلياتهم من دون ما تدمجهم. كل اللي عليك انك تحط نار وتفعل شخصيه اوريون، بس تاكد انك تظلك تشغل النار حتى تقدر تفعل الشخصية للآخر، لأنه خصومك راح يتدمجوا من الزون، وخصوصا إنه الزون كثير قوي، أما أنت ما راح تتدمج منه. ومش بس هيك، أنت كمان راح تاخذ من دمهم، وبرضه كمان راح تدمجهم بزيادة. ففعليا هاي أفضل طريقة حتى تفوز بحرب الزون الأخير. تربوها وادعوا لي. طول عمرك بتعاني من القنابل صح؟ وخصوصا لما يكون الخصم بيرمي عليك كثير منهم. طلع السكواد اللي ضدي مش راحمني بالمرة بالقنابل، هاي للأسف متت بسببها، وعارف إنها كثير صارت معك، ولكن الحل عند شخصية أوريون. كل اللي عليك إذا خصمك رمى عليك حتى لو 100 قنبله، سخر شخصيه اوريون، وانا اضمن لك انه ولا قنبله راح تدمجك. اطلع، هاي لساته برمو قنابل، وهيني راح انام على القنبله، ولا راح يصير لي شيء، لانه شخصيه اوريون بكل بساطه مثل ما حكيت لكم ما بتتدمج بولا شيء. بس خليك حريص انه عداد الفطر عندك يكون مليان، خلي عينك عليه بلاش ما يخلص، وتحاول تشغل شخصيه اوريون، بس للاسف ما تقدر. والخدعه اللي بعدها للناس اللي بتستفزهم شخصيه سونيا. طبعا اذا كنت قاعد قاتل خصمك كان معاه شخصيه سونيا، كل اللي عليك انك تفعل القدره، وقتها ما راح يقدر خصمك انه يدمجك، وبرضه انت كمان راح تدمج خصمك، راح تخليه يوقع نوك مباشره من دون ما يقدر يدمجك. هيك احنا قضينا على شخصيه سونيا عند الخصم. طبعا بامكانك تعمل العكس تماما لما يكون معك شخصيه سونيا، ولسه ما خلصنا، ضايل كثير خدع بامكاننا نسويها، ولكن انا راح اوريكم اياها بتطبيق عملي جوا الجيم. بس قبل ما ندخل الجيم لازم ندخل واحنا جاهزين. اول شيء بالشخصيات، طبعا افضل تشكيله لشخصيه اوريون اول شيء تحط معاه شخصيه ميجل، هاي اهم شخصيه تحطه معاها، لانه بعد كل راح يعطيك 200 نقطه في الفطر. باختصار كل ما تقتل واحد راح يكون بامكانك تفعل قدره شخصيه اوريون. ثاني اشي الشخصيه الغنيه عن التعريف شخصيه سونيا، وثالث اشي شخصيه ماكسيم. شخصيه ماكسيم اكيد بتفيدك دائما حتى تعبي دم، ولكن ليش حطيتها مع هاي الشخصيه بالذات؟ السبب هو الحيوان الاليف اللي انا مستخدمه. هذا الحيوان الاليف قدرته انك لما تعبي دم راح يحول لك 65% من هذا الدم للاي بي او نقاط الفطر. يعني مثلا لو عبيت متكت واعطاك 100 في الدم راح يزيد لك 65 في الاي بي. فحطيت معاه قدره شخصيه ماكسيم حتى
تقدر تعبي دم بسرعه، وبنفس الوقت هذا الدم جزء منه راح يتحول لنقاط فطر. وانتوا عارفين انه شخصيه اوريون اهم شيء عندها الفطر. واخر شيء الادوات المساعده. طبعا انا طنصت كل هذول وحطيت بس البون فاير لانها بتعبي لنا دم وبنفس الوقت بتعبي لنا فطر. وهيك بما اننا جاهزين صار بامكاننا ندخل جيم سولو سكواد ونجرب باقي الخدع. اوكي طبعا بهذا الجيم مش راح نعطي بس خدع، هذا الجيم راح يكون شرح كامل كيف تلعب جيم بشخصيه اوريون. طبعا اول شيء نبلش فيه النزول، طبعا لا تنزل نزله غبيه زيي، والاهم من هيك انه اول ما تنزل لازم تحط ببالك انه شخصيه اوريون هي الشخصيه الوحيده اللي ما بامكانك تفعل قدرتها اول ما تبلش، لانه قدره شخصيه اوريون بتعتمد على الفطر، واول ما تنزل حاول انك تجمع فطر باي طريقه، اما عن طريق الفطر او عن طريق المستنشق او بكل بساطه انك تقتل واحد. اتذكر انه احنا دامجين معاها شخصيه ميجل واللي كل ما تقتل واحد راح تعطيك 200 نقطه فطر. طبعا حاليا ما في فطر بهاي المنطقه، فعشان هيك انا مضطر اني اقاتل. اوكي في ناس هناك. اوكي يمكن يكون الجيم فيه شويه غدر. اوه 9 طلقات. طلع القصف هسه راح يصير. اوكي فيش ولا واحد، انا ما قصفتش حدا. اوكي طول ما انا زي هيك الفطر عندي ناقص انا قاعد العب بوضع الخطر. طيب في واحد هنا نقتله. تعال. اوكي اكل هيت. حرام. تعال لازم نقتل، لازم نوقع واحد نوك. تعال خلص سمات. ليتس جو. هاي يلا طلع كيف تعبى عنا الفطر. هاي تعبى الفطر لانه وقعناه نوك. واحد عندنا هون. وقعنا واحد ثاني تعبى فل عندنا الفطر. يا سلام هيك اللعب ولا بلاش. هسه بامكاني انا ارتاح لانه لو واحد هجم علي او واحد بش علي او صار اللي صار انا بامكاني افعل قدره اوريون وريح حالي. طيب حلو هذا معاه سكر. بوب بوب بوب. انا شايف هذا كيف غدرنا هيك. لا لسه بكسر بالثلجه. جو ليتس جو. هاي وقعنا. ليتس جو. في واحد ثاني صاحبه موجود كمان. هذا معاه دراجونوف شكله صاحبه. ايوه اوكي والله ضربه تبي توجع. ضربته بتدمج صح. اوكي ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. قتلنا. هات لي السلاح اللي بتلعب فيه، هات لي دراجونوف اللي معك. انا مش عارف من وين جابه باول اللعبه بس يلا كويس انه جاب لنا اياه. طيب هات خلينا اللوت زي هيك. معاه نقار مش دراجونوف. طيب يلا هات لي النقار. وماله النقار بجنن. طيب حاليا خلينا نطلع على البيك ونشوف الناس اللي هناك شو بيسووا. طبعا صحيح وانت تلعب بشخصيه اوريون دائما خلي البون فاير او النار دائما خليها على الوجه بحيث انه باي وقت محتاج فطر يكون البون فاير على السريع موجود. اوكي في عندنا واحد هون. تعال كريستيانو. اوب 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 اوب. هاي وقعنا الاول. ليتس جو يا عمري اليد يا عمري اليد. طبعا انا فعلت قدره اوريون على اساس اني انا اكمل عليه، توقعت اني ما اجيبه. طلع بالمره ما لها داعي شخصيه اوريون. وطبعا احد الاشياء المهمه اللي لازم تعملها دائما خلي معك مستنشق، وبامكانك تجيب المستنشق من الماكينه، بامكانك تلاقيه على الارض بس، ولكن اسهل طريقه انك تجيبه من الماكينه. كل الحبتين حق هميه. طبعا راح احاول اني اجيب اكبر عدد مستنشق لاني انا عارف اهميته بشخصيه اوريون. طلع حاليا معي 29 مستنشق، هذول ممتازات راح يكفونا لنهايه الجيم. في شغله انتبه منها منيح اللي هي انه احيانا تيجي بدك تفعل قدره شخصيه اوريون وانت معك 150 دم بتلاقيها ما تفعلت معك. تعرف ليش؟ لانه خصوصا لما تلعب فايتات او لما يكون دمك نازل الفطر راح يضل يعبي الدم، فبتلاقي نقاط الفطر نزلت صارت 149 148، ولما تيجي بدك تفعل القدره للاسف ما راح تتفعل. فعشان هيك الحل هو المستنشق، انك لما ما تتفعل معك القدره خذ واحد مستنشق وخلص امورك تمام. طبعا طلع انا لان الفطر عندي ماكس خلص انا بلعب وانا مرتاح ماخذ كل اريحيتي. في واحد هناك تحت هسه راح يبلع هيد جميله بس خليه بي. اوه هاي في واحد هنا فوق اكل هدين. اوكي صاحبه. طيب حبيب قلبي اثنين راح تروحوا فيها هسه. اوكي هذا راح فيها الاول. خلاص فنش هالمره. هذا صاحب مش هو اللي توقع. تعال هذا متدمج اساسا. تعال حبيبي احنا قاعدين نلعب اورين يا عمري، فكرنا نلعب اي شخصيه. اثنين هذول مش واحد. تعال اعطيني المستنشق اللي هون. تعال في واحد هناك قاعد يلوت صاحبه. مشكله معيش. ثواني خليني اشوف لي قنبله شيء ارميها عليه. حرك يا حبيبي. ثواني تعال علي هسه راح يطلع من هون. اكل هيد قد الكوكب. يلا خلي صاحبه يجي. اوكي صاحبه ما جاش هو استسلم على السريع. طيب هات لي خليته. اوووو
معاه مفتاحين خزنة مش واحد. والله حقك تقعد تلوت هون. اطلع احنا استعملنا القنبلة، نرجع نتأكد انها لساتها على البونفاير. هاي القاعدة خليها بمخك. طبعا في ميزة بشخصية اوريون انا متأكد انه قلال الناس اللي بيعرفوها. تعرفوا ايش هي؟ خلينا نفترض انك انت على هذا المكان العالي، لو نطيت شو اللي راح يصير؟ اكيد راح تتدمج، والدمج مش قليل، طلع نص دمي راح. ولكن بامكانك تكون اذكى من هيك وتستعمل شخصية اوريون. طلع انا حاليا على نفس المكان المرتفع، كل اللي علي اني افعل القدرة واروح انزل على الارض. ما راح انزل من دون ما اتاذى. طبعا انا حاليا قاعد اتاذى بسبب الزون، واللي بامكانك برضه تمنعه عن طريق شخصية اوريون. طلع هنا هاربين من الزون ما تدمجنا منه، بس بصراحة مش مستاهل تضيع القدرة علشان بس زون، الا اذا كان الزون كثير قوي بنصحك تستخدم هاي الخدعة. طيب في واحد هناك كان هذاك معلق عند النت. بلاش بكون احنا المعلق عند النت. اوكي اكل هيد، يلا ما يموت. ايش في ايش الخدعة تبعته؟ ايوه صح. طبعا اكثر اشي بيخلي شخصية اوريون قوية هي شخصية ميجل. ميجل بعد كل كل بعطيك بالراحة 200 نقطة فطر، احلى من هيك ما في. طبعا هذا الحكي شو الحلو فيه؟ لما تقاتل سكواد كل ما توقع واحد نوك بامكانك تفعل الشخصية. طلع ما هذا خلينا نوقعه هذا. ترى ماتت سويا. هرب 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 على اللوت. عيني جايك يا عمري، جايك يا روحي. تعال اساسا مدمج من عنا. اوكي تعال تقدر تبوش على خصومك بالراحة، لاحظتوا كيف؟ اوكي 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 دمجت كثير اعترف. خلينا اعبي دمي، دمي على السريع. يلا يا اوريون، يلا يلا يلا. اوكي مستنشق مستنشق. اوكي ثاني هرب هو؟ والله هرب، بس انا ما راح اخليه يهرب. تعال يا عمري اكل هيد. اوكي انا الثلج خلص عندي، بس طايل معي كمان ثلج مش مشكلة. اوكي هرب، امن حاله امن حاله بالزون. اوكي بس عادي مو مشكلة، فعل شخصية اوريون. اوكي يلا يلا اهرب على الزون اهرب على الزون، ليتس جو. اوكي 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 لا لا حرام، والله العظيم حرام. مو مشكلة ترى على فكرة كان كثير محظوظ، بس عن هيك بنكون غطينا كل خدع شخصية اوريون. مو مهم الفوز، انا مش مهتم افوز بهذا الجيم، انا همني انكم تعرفوا كل الخدع اللي تقدر تسويها بشخصية اوريون. واتوقع انه حاليا اجى الوقت اللي تلعب فيه بهاي الشخصية. طبعا شخصية اوريون مش بس قوية، حتى السكن تبعها من احلى السكنات الموجودة بحسابي. لحظة شوي، انت ما شفت استعراض حسابي؟ انا عملت استعراض كامل لحسابي بعد 3 سنين بالشراكة، الفيديو راح يطلع لك هسا، اضغط عليه واحضره للاخر، الحساب رهيب على فكرة. وبالنهاية معكم دراجون، ودمتم برعاية الله.